اسم البرازيل على حكم التعديل حكم مع ياش كاس عالمي باش انا في البرازيل بس مشكل جميع اللاعبين وعبدالله الرجال مزيان سجلوا اربع اهداف وفي ساعه سجلوا اربع اهداف لكن كانوا في مستوى كبير خاصه الشوط الاول بعد سجلنا اربع اهداف هم مع عمان الفراحي لكن هذا عادي جدا الحمد لله بس الفريقين محمد السي البنزرتي هل انت راض على هجوم الوداد وما سبب تضييع الفريق بفرص سانحه للتسجيل؟ اهم شيء هذا انا راضي المدينه تعرف اللاعبين باش يأديوا ويكونوا في اهم شيء الفريق اللي يوصل للمستوى هذه انا هذا المهم بتاعي خاصة مع كل المباراة مع تنحط الفرص أهم شيء فريق الوضع الفرص ما عادش تخاف عليه مش مشكلة تنحط سبعة ثمانية عشرة فرص تنجم عليهم واحد مش مشكلة. سيدي بنزرتي ما هو سبب غياب الزهير المترجي وهل أداؤه في المباراة السابقة ولا أدل؟ لا عنده مسافة شديدة عنده مسافة ما هو الدور الذي لعبته في تعاقد الرجاء الرياضي مع المدرب التونسي لسعد الشافي؟ والله استشارة نعم. انا بالطبع ما نجمش نعلق على الرجاء نعم، هل المسؤول يعني مسؤول الرجاء استشاروا معك قبل تعاقد معه؟ لا 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 لم تكن هناك استشارة. صحيح استشارة، لا كان مبروك عليهم كان كل شيء